تاريخي في النادي الأهلي، بفتخر إن السنة دي هو بقاله 50 سنة، من سنة 73 أنا جيت اشتركت في النادي الأهلي. صحيح اشتركت كان عندي 18 سنة، فلعبت تحت 18 سنة واحدة ولعبت تحت 20 سنة واحدة. وطبعا لما تقولي 50 سنة في النادي الأهلي ده عمر، يعني طبعا افتخر بيه، وانا شاعر بان انا حظي كان جميل جدا ان انا ابقى في هذا النادي. وتقريبا هو انا كنت في رعاية هذا النادي المدة دي كلها، سواء في الدراسة، سواء في اللعب وفي الباسكت، سواء في حياتي، في شغلي، في خدمتي العسكرية، كل الحاجات دي كان النادي الأهلي طبعا في وافر الرعاية ليا في هذا الزمن أو في هذه الفترة اللي يعني كانت طويلة إلى حد ما. فجيت لعبت 18 سنة واحدة وتم تصعيدي ل 20 سنة والدرجة الأولى، بس ما كنتش اشتركت في الدرجة الأولى رسميا سنة 74. و النادي الأهلي طبعا كان ليه الفضل الكبير في إن هو يثقل موهبتي أو يثقل شخصيتي في إن أنا أشترك قبل ملعب ماتش رسمي في درجة أولى في منتخب مصر الكبير سنة 75 في بطولة البحر الأبيض المتوسط مع الفريق الأول لكرة منتخب مصر كرة السلة في الجزائر. بعد كده رجعت، كان ليا تاريخ برضه كويس قوي في النادي الأهلي من حيث البطولات ومن حيث الاشتراك ومن حيث يعني مكسبي في البطولات في النادي الأهلي. وكان إلى حد كبير الناس بتحترم اللعيبة بتاعت النادي الأهلي في منتخبات مصر نتيجة إن هم كان مستواهم طبعا يؤهلهم بزيادة، ونتيجة كمان شخصيتهم أو اعتمادهم على إن هم جايين من أكبر نادي في مصر وليه باع في الرياضة. بعد كده هو اشتركت، كنت وأنا صغير بعد سنة 75، سنة تقريبا 77، كان ليا الشرف إن أنا أبقى كابتن منتخب مصر للناشئين تحت 20 سنة في أول بطولة أفريقية في بورسعيد، وكان معايا كابس العاوي. طبعا هو كابس العاوي أصغر مني بسنتين، هو طبعا نجم كبير وعمل بطولات واسم وريكوردز كتيرة، بس الحمد لله إن احنا قدرنا أول بطولة لأفريقيا للناشئين سنة 77 كانت في بورسعيد، والحمد لله فوزنا فيها. وكان في فرق جامدة أياميها، منساش ماتش وسط أفريقيا ده كان ماتش جامد جدا، والحمد لله توجنا وكسبنا في يعني لنا ذكريات في بورسعيد برضك كانت كويسة. النادي الأهلي ده بيبقى مسألة كمان إن ربنا يعني بيكرمنا بإن احنا ننتمي للنادي الأهلي، لأن اسمه كبير ومنظومة ماشية إلى حد كبير على مدى مجالس الإدارات في ال50 سنة اللي كنت فيها. كانت ناس طبعا على مستوى المسؤولية وناس أعلام وأسماء كبيرة في الرياضة، وأنا يعني ما تتخيليش السعادة إن أنا أذكر إن اشتغلت لما الفترة دي تورد على ذهني. ببقى طبعا بقول إن أنا ما زلت محظوظ سواء في اللعب في النادي الأهلي أو ده، لأن أنا لم
أمثل نادي غير هذا النادي، بدايتي فيها من الناشئين حتى يومنا هذا. من أحد الأشياء المقومات لهذا النادي جمهوره العظيم، جمهوره اللي بيعشق النادي اللي بيشجعه، لأنه مدرك عظمة ويعني ومستوى النادي الأهلي، هو يعني مقدرها تمام. وبدون يعني ان احنا لو ذكرنا ان النادي الأهلي الجمهور متعصب، هو مش متعصب، هو بيحب هذا النادي.